message of hope. اهتمام استثنائي تبديه مراكز القرار الدولية في الانتخابات العراقية. عجلة الاتحاد الأوروبي تدور في بغداد إلى جانب مجلس الأمن الدولي في طريق حماية العملية الانتخابية والرقابة عليها بشكل شامل. البعثة الأوروبية الخاصة التي تتكون من 6 خبراء في مجال الرقابة على الانتخابات بدأت أنشطتها لتنسيق عمليات الرصد والتقييم لمراحل الانتخابات. يلي كل مرحلة تقديم تقرير مفصل للاتحاد الأوروبي لتقييم مستوى سلامة الإجراءات واتخاذ الموقف اللازم إزاءها. تقول المصادر إن البعثة طرحت جملة من الاستبيانات على العاملين في المفوضية، بعضها يتعلق بجوانب فنية ولوجستية، والآخر يتعلق بجوانب إجرائية ترتبط بضمان حماية العملية وتنظيم الدعاية الانتخابية لضمان فرصة متساوية لكل المرشحين بعيدا عن التمويل غير الشرعي. ورغم أنها تجنبت الخوض في تلك التفاصيل، فإن المفوضية لم تخفي ترحيبها برقابة أوروبية شاملة إلى جانب الرقابة الدولية المنتظر إقرارها في مجلس الأمن الدولي. تدريجيا يبدو أن مطالب تشرين والنجف فيما يخص نزاهة الانتخابات في طريقها إلى التحقق، وتواصل قوى منبثقة عن تشرين ضغطها على المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل حماية الانتخابات من التلاعب وإبعادها عن سطوة السلاح المنفلت، وهو ما دعا رئيسة بعثة الأمم في العراق إلى النزول في طهران بحسب التسريبات. بعد بلاسخارت وزير الخارجية في طهران كذلك، تشير المصادر إلى أنه نقل رسائل مشابهة إلى المسؤولين الإيرانيين الذين يتمسكون برفضهم للجهود الدولية في حماية الانتخابات العراقية الأهم.